عبر عدد من البحارة البحرينيين عن معاناتهم جراء تعرضهم لإجراءات قسرية من جانب الدوريات القطرية أثناء ممارستهم الصيد في مناطق معروفة لدى أهل البحرين، واستنكروا ما تعرضوا له من إهانة وسوء معاملة من الجانب القطري. إذا في ناس طلع عليهم نار، وهذه الأسباب اللي خلينا نخاف، يعني ما مناطق من تشوف لنا طراد أو شيء أو ذين نخاف نرجع، وصار الحوادث إنهم يدعمون القوارب عشان يوقفونا بالقوة توقف. زين تجاي في منطقة، وأنا سمعت بعد واحد قريب، يعني منطقة فيها يعني يمكن 200 أو 300 ميل داخل، جاي الدورية تبي تأخذ الشخص من هناك، هذه رفض الشخص. تموا الدوريات مال البحر مال قطر يأخذون هذين، يقول لك عشان نحن نستفيد من هذا الشخص، أي بحريني ناخذه نستفيد منه، نعطون نحصل مبالغ من هذا الشخص. رموا الهندي فراسه، عرفت شلون؟ الله يسلم، رموا فراسه وراح بحر. هاي المره الثانيه رموا فراسه، هاي بعد قريب يعني الوقت، وراح بحر. راح بحر ما عودوه ولا اخذوه. الهنود اللي في الطراد وقفوا الطراد ورجعوا له، هو كان راح حق طراد غير ثاني بعد. بس هذه رموا فراسه طقوهم عقب ما خلصوا من ذاك، يودوا هذاك الطراد، يروح حق هذه قاموا يدوسونهم في ظهورهم، كسروا ظهورهم كلها. الهنود اللي في الطراد كلهم طقوهم. زين قال لي خالد ولدي اكو طراد لك يودوه في دخان. رحنا صلينا حتى يطلع علي الصبح، صلينا في الياسر ورحنا لهم هنا. شو داشوا على القاضي. قال القاضي ليش داشين انتم المياه القطريه؟ قال احنا ما داشينا، هاوى شوي بس قليل. قال له بابا والله شوي. قال لا ما يصير انتم تدشون داخل. قال له بابا شو ايش سووا في ظهرنا؟ قام يرون ظهره. قال اوه ليش كذي؟ من سوى لكم هاللون؟ قال هذه مال الدوريه مال قطر، هاي اللي كاهي. شلخوا ظهورهم. حتى ياشي ما يقدرون يمشون. زين حق الطراريد. صعدوهم في السياره، هاي سياره ابو شنبدي، صعدوهم فوق طبعوهم كله بحار، حق اغراضهم كلها خذوها، اللي في الطرار كل الاغراض خذوها.